السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المتعلمين في منهج التربية البدنية لعبة كرة اليد. أهلا بكم مرة أخرى. لعبة كرة اليد من الألعاب التي تمتاز بالقوة والمرونة والرشاقة، وأحد المهارات التي تمتاز بهذه الصفات هي مهارة التصويب من الثبات. كما تعودنا عزيزي المتعلم في بداية كل نشاط رياضي أن نجري الإحماء العام للجسم وبعض أجزاء الجسم المختلفة، وبداية الجري مع لمس خط الستة متر، ثم العودة لخط المرمى، ثم خط السبعة والعودة، ثم الخط المتقطع وهو خط التسعة متر. ننتقل إلى التمرين الثاني وهو الوقوف دوران الذراعين أماما ثم خلفا. ثم نكرر التمرين بالوثب في المكان. أما في هذا التمرين وقوف العضدان جانبا الساعدان أماما، تحريك العضدان خلفا في عدتين، ثم مد الذراعين جانبا خلفا في عدتين. وفي التمرين التالي وقوف ذراع أماما عاليا والأخرى أماما أسفل، خفض الذراع أماما أسفل والأخرى رفع أماما عاليا بالتبادل. ثم وقوف الذراعان عاليا، خفض الذراعين جانبا ثم رفعهما عاليا بالتبادل. وأخيرا وقوف الطعن جانبا بالتبادل. ننتقل إلى طريقة وشكل الجسم أثناء التصويب من الثبات، وهو تقريبا مشابه لوضع التمرير من حيث مسك الكرة وحركة الذراع والقدم والنظر باتجاه المرمى. ننتقل للجزء المهاري، نتعلم كيفية الوصول لوضع التصويب من الثبات من خلال وقوف مواجه أطواق، مسك كرة باليدين، التحرك أو المشي للأمام في ثلاث خطوات داخل الأطواق، والثبات عند الخطوة الثالثة وهي قدم الارتكاز قبل التصويب. ثم نؤدي المهارة من المشي أماما بدون أطواق، ونلاحظ النظر للأمام باتجاه الجسم بالمرمى، مسك الكرة باليدين ثم بيد واحدة أثناء الحركة، التحرك للأمام ثلاث خطوات، رفع الذراع الممسكة بالكرة خلف الجسم وأعلى من مستوى الرأس، والذراع الأخرى أمام الجسم لحفظ التوازن مع وجود انثناء خفيف في ركبتين. وكما نلاحظ حركة لف الجذع أثناء التصويب ثم ميل الجذع للأمام بعد التصويب. ثم نقوم بعملية ربط مهارة التنطيط بالتصويب من الثبات. والله يا مهدي القلاب، شوف الكرة الجميلة للخبرة المخضرم مهدي القلاب، سعلة واحدة أمام دفاع المنتخب قطر. شوف حاول الحارس
دانييل لما الكرة أرادت الشباك يكون حلوة حلوة يا القلاب حلوة يا القلاب يا مهدي. في نهاية أي نشاط رياضي نقوم ببعض تمرينات الإطالة للعضلات والمرونة للمفاصل من وضع الوقوف فتحا ميل عميق الذراعين أماما خارجا لمس أمشاط القدمين ثم وقوف نصفا الذراعان أماما أسفل تبادل مسك الساقين باليدين وسحبهما باتجاه الصدر ثم وقوف تبادل رفع الرجل خلفا ومسكها باليد فقرة القانون الرميات في كرة اليد هناك 5 رميات تمنح للفريق رمية الإرسال الرمية الجانبية رمية حارس المرمى الرمية الحرة رمية 7 أمتار وجميع هذه الرميات تنفذ خلال 3 ثواني بعد إطلاق حكم المباراة الصافرة يتم احتساب هذه الرميات بطرق مختلفة فالرمية الجانبية ورمية حارس المرمى يتم احتسابها عندما تجتاز الكرة بكامل محيطها أحد الخطوط الجانبية للملعب أما بالنسبة لرمية 9 أمتار ففي حال أي مخالفة ضد اللاعب المنافس يتم إطلاق صافرة من حكم المباراة وتنفذ من مكان حدوث الخطأ أما رمية 7 أمتار فهي رمية التي تنفذ خلال 3 ثواني خلف خط 7 أمتار وتمنح هذه الرمية عند إضاعة فرصة واضحة للتسجيل عزيزي المتعلم تعرفنا في درس اليوم على طريقة وأداء مهارة التصويب من الثبات وفي فقرة القانون تعرفنا على الرميات وأنواعها في كرة اليد الحين الختام إلى هنا عزيزي المتعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم نراكم في الدرس القادم ومهارة جديدة إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية طلابنا الغالين فقرتنا العلمية اليوم بإذن الله تعالى هتكلم عن فوائد التمر التمر هي ثمرة شجرة النخيل ويسمى البلح ومن أنواعها تمر الخضري وتمر الخلاص وتمر الروثانة وتمر السكري وتمر الصفري وتمر الصقعي وتمر العجوة وتمر المبروم وجاءت وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في أهمية التمر أن البيت اللي ما فيه تمر يعتبرون أهل جياع أن اللي يأكل 7 تمرات عجوة في يوم ما يصاب بالسم والسحر التمر يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن المهمة الفيتامينات هي المسؤولة عن تحويل الأكل إلى طاقة داخل الجسم مثل فيتامين A دوره يساعد في تحسين النظر للعين وفيتامين D هذا يحافظ على تركيز الكالسيوم في الدم وفيتامين B1 هذا يحافظ على سلامة الأعصاب وفيتامين B3 هذا نقصه في الجسم يسوي اضطرابات في الأعصاب وصداع وضعف الذاكرة المعادن مثل الزنك والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من المعادن هذه المعادن الجسم يحتاجها لنتحافظ على الصحة العامة وتقي الجسم من الأمراض يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة تعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض في الجسم يحتوي على الجلوكوز الجلوكوز عبارة عن سكريات حلوة الطعم متبلورة تذوب في الماء وتولد طاقة للجسم كذلك التمر يحتوي على سكر
الفركتوز. ميزة هالسكر انه ما يتعب البنكرياس، فما يحتاج ضخ انسولين ينظم السكر داخل الجسم. وفي ختام الفقرة العلمية، استبدلوا الحلويات الغير مفيدة بالتمر المفيد. اتمنى انكم استفدتم من فقرتنا العلمية. نراكم بإذن الله تعالى في فقرات قادمة. يعطيكم العافية.